يعطيكم العافية شباب. اليوم تجربتنا المايكرو موشن. المايكرو موشن راح نسوي فيها اسمبلي ل تو ديفرنت بارتس، اللي هم الودن تيبل على اربع ورك ستيشنز، بتتقاطع معهم اللي هو الجير بوكسز على اربع ورك ستيشنز. اوكي، التيبل بده اول شيء ياخذ اللي هو الكولوم من الورك ستيشن اللي احنا شايفينه هون، وبعدين ياخذ الليجز من الورك ستيشن هاي، برجع للورك ستيشن اللي بالنص بياخذ منها اللي هو الابر بارت تبعت التيبل، وبيسوي لها اسمبلي بالطاوله اللي على الزاويه. اوكي، الجير بوكس كذلك الحال، في ببلش من هون بده ياخذ البيس بارت، وبعديها ياخذ الجيرز من هون، والتيبل بالنص بده ياخذ فيها اللي هو الكفر تبعتها، ويرجع يسوي اسمبلي في الطاوله اللي هي اكروس المقابله اللي هي هاي. في عندنا اللي هو ثلاث طلاب راح يشتغلوا على الجيرز، وثلاث طلاب راح يشتغلوا على التيبلز. بالمقابل كل طالب بيشتغل في واحد راح يعير له وقت الشغل ووقت الديلي لما يصير. طيب، 3 2 1. ليش تحاول تسكرها؟ قل له حاول تسكرها. بس ايوه زيك خلص سكرها. ايوه دقيقة سكرها. بعد ما يخلص خلص اخر اشي. خلاص we could consider it يعني something done. خلي اللي بعدك يرتب ونشوف. ممكن فيها مشكلة هاي السودة. مش مشكلة. خلاص حطها على الزاوية. تفضل. أنا
ما خلصت الاسبوع طيب والله اوكي تعالي الوقت خلص اوكي في كل عاف